التواصل مستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في كل مكان. هذا هو شوطنا العاشر بتعداد اشواط هذا المساء الجميل، عاشر الاشواط والخاص ايضا بالابكار من فئة الانتاج والمنتجين. بعد هذا الشوط سوف نبدأ بأشواطنا المفتوحة الأربعة عشر شوطا المتبقية. نسير مباشرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام إلى الصدارة الأولى والمركز الأول والمقدمة. هناك أجد وعد لناصر بن محمد بن مصلح الحبابي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز. هناك القادمة الشاهينية لحمدان بخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي يتقدم أيضا ويقدم لنا الشاهينية على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هناك المركز الثالث الوصول على ثالث المراكز والقادمة بكل قوة الواصلة. هذه هي مشاهدي الأعزاء الغزيل الإسهيل بالدودة بالأسود العامري يتقدم مع الغزيل في هذا الشوط وينافس منافسة قوية، بينما المتدخلة في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء هذه هي الشديدة لعامر بن عزير بن محمد بن عزير الحميري، وصل وتدخل من عمق الميدان والوصول الآخر. هذه الواصلة الحرة لسعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي يقدم لنا الحرة والدخول من سمحة. حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم، الوصول الآخر من خلال زوبعة علي بن يمعة بن سبت السويدي يقدم لنا زوبعة، ولكن يا سلامي عليك يا الغنامي الوصول الدخول ما شاء الله. من القادمة هنا؟ الواصل المسك لهادي بن عبد الله بن مايد المسافري، هذا نيدان الاول. ونعود الى الشاهينية حمدان بخليفة بن عبد الله النعيمي يتقدم ايضا ويقدم لنا الشاهينية على الصدارة على المركز الاول على مقدمة هذا الشوط والصدارة الاولى، بينما المركز الثاني يتواجد ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي يقدم لنا وعد، والوعد كالرعد، احد الاسماء القوية احد الاسماء الرنانة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز القادمة، هذه هي سمحة حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وبينما هناك الوصول من الغزيل اسهيل بالدودة بالاسود العامري، وصل بالاسود وصل بالاسود، بينما يتقدم مع الرباعية مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام الاربع المراكز الاولى. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات ايضا طرشوم بن صالح بن حمد العامري ليتقدم مع النشمية، وصلت النشمية يا سلام الله. من القادم؟ الواصل 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 مطر بن سعيد بن حلوة مع بشاير الخير، بشاير 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 وصل بن حلوة، ولكن هنا القدوم هنا الوصول من مواري الدليلة بن محمد بن محنة العامري. يا سلام حلوة المنافسة، وصل المجازف، وصل بن زيتون ليقدم شواهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجة، اعود الى الغزيل، الغزيل 1200 1200، والغزيل هي في الصدارة في المركز الاول. سهيل بالدودة بالاسود العامري يتقدم مع الغزيل على الصدارة، وصلت النشمية، وصلت النشمية ليتقدم هناك مع النشمية ايضا طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، ويقدم لنا النشمية بشاير القادمة لمطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. يا سلام يا سلام يا هذا السيل الجارف القادمة. زوبعة علي بن يمعة بن سبت السويدي، وصل الغنامي، وصل الغنامي، ولكن الغزيل هي على الصدارة، هي على المركز الأول. هناك الدخول هذه المتحدة لسعد بن سعود بن حمد بن شافي آل شافي، وصل آل شافي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه الانطلاقة، ولكن الغزيل شوف الوصول، شوف الوصول، الله الله، الله.
النشلة، النشلة وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، وهذه مواري المحمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، وصل أيضا حامد بن صغيرون، يتقدم المضمر الخلوق ليقدم لنا هذه الانطلاقة. المركز الثاني الضبي سعيد بن سالم بن دربش، بن دربش وصل بن دربش وحضر بن دربش وانتزع المركز الأول. سلامي عليك يا سعيد يا بن سالم يا بن دربش العامري، سعيد بن سالم بن دربش العامري يقدم لنا الضبي، تهانينا وسلاماتنا لأهالي العين دار الزين. المركز الثاني مواري محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي. المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز هذه النشلة لسالم بن مبارك بن محمد الهدف العامري. المركز الرابع الغزيل لسهيل بن دودة بن أسود العامري، والمركز الخامس المتحدة لسعد بن سعود بن حمود بن شافي الشافي. بن دربش بن دربش يا سلام، تدخل في الرمق الأخير ودفع بنوعية فريدة وجميلة للغاية، انتاجك مميز يا بن دربش، تهانينا. والناموس حيث قطعت مسافة السباق مشاهدين الأعزاء هنا في 5 دقائق 49 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لمالك الضبي سعيد بن سالم بن دربش العامري. سلام العين، سلام على هذا الفوز الذي قدم من خلال الضبي أيضا، وهي مثل الضبي اندفعت إلى خط النهاية في ختامي المرموم لتعانق خط النهاية وتنتظر أيضا زعفراني سمير، تهانينا. والناموس المركز الثاني، هناك الوصول في ثاني المراكز مواري لمحمد بن الصغيرون بن حميد الدرعي، قدم عرض رائع وجميل، تهانينا الحامد بن الصغيرون الدرعي على تقديم مواري ب 5 دقائق 50 ثانية و30 أجزاء من الثانية، تهانينا. والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال تواجد مواري. المركز الثالث، هنا الوصول في ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء ب 5 دقائق 54 ثانية و8 أجزاء من الثانية، هي النشلة من وصلت لسالم بن مبارك بن محمد بن هدف العامري، تهانينا والناموس لكل الفائزين.